النادي الاهلي بعد انتهاء التمرين الاساسي النهارده على ملعب رادس، ودي يعني شايفين لقطه جميله، دي احدى الفتيات الصغيرين يعني واحده من مشجعي النادي الاهلي وبتحتضن امام عاشور، ولقطه من اللقطات الحلوه. اتفضل يا كابتن. المباراه اللي هناك طبعا 1-1 شايفين علم النادي الاهلي معاها كمان، واكيد هتكون متواجده بكره ان شاء الله في ملعب رادس، ويقدروا اللعيبه يفرحوا كل الجمهور او كل الناس اللي هتكون متواجده من جماهير النادي الاهلي في ملعب المباراه. ونتمنى ان شاء الله